كيفاش عرض باكنا يخليك معاش تستحق حتى اتود وحتى ريفيزيون؟ عرض باكنا هو اكبر عرض في منصه ليسينا اكاديمي مخصص لتلامذة الباك، واللي اجمعنا فيه مجموعه من خيره اساتذة الباك في تونس اللي عندهم خبره في التعامل مع تلامذة الباك. اكيد نتائج متاع تلامذتهم هي احسن دليل على هذا، ويعرفوا شنو تلميذ الباك لازم ويقرا وقتاش وكيفاش. مع نفر باكنا ما عادش باش تستحق دي زيتود، وما عادش باش تبقى تلوج عندكم باش نقرا وين باش نقرا، على خاطر خيره الاساتذه الموجودين في المنصه باش يكونوا معاك في مرافقه من تو من الصيف جويليا حتى ان شاء الله العام الجاي تاخذ الباك. باش نبداو معاك في المواد الثانويه تكون فما مراجعه في الفرنسي لونجلي لانفورماتيك في الحاجات اللي انت تستحقهم، وتكون فما تقريب تلخيص البرنامج عام كامل. وبعد بداية من شهر اوت حتى الاخر نهار في الباك في جوان عام الجاي باش يكونوا معاك الاساتذه في المواد الثانوية واكيد في المواد الرئيسية في حصص اسبوعية، وين يبعثوا لك السيري تخدمها وبعد تصلحوها مع بعضكم في اللايف. بالطريقة هذية باش تلقى روحك كأنك تقرأ في إتود في الماتيريات الكل، واللي كان جيت باش تقرأهم في الحياة الحقيقية مش في الأونلاين صعيب أنه باش تخلط تعمل هذية، نظرا لصعوبة أولا تنظيم الوقت وزادة للتكلفة المادية الكبيرة اللي باش تكون في المنصة. باش تربح بارشة وقت لأنه احنا باش نعاونوك في تحضير خطة المراجعة عن طريق الكالندرية اللي باش تلقاها للحصص المباشرة. وغير هذايا باش تكون عندك اكيد المراجعه نتاع عطله الثلاثي الاول وعطله الثلاثي الثاني والمراجعه النهائيه للباك اللي التلامذه ديما يلوجوا فيها عندكم باش يقراو وصعوبه تنظيم الوقت نتاعها. وغير الحصص المباشره اللي الاساتذه باش يجاوبوا فيها على اسئلتك الكل باش تلقى اكيد التسجيلات نتاعها، دونك تنجم ترجع لها وقت ما تحب كان ضيعت حصه مباشره والا كان تحب ترجع تتفرج في جزء منها. ومع هذايا باش تلقى جزء اخر في المنصه اللي هو عرض ديامون اللي باش يكون فيه شرح لكل الدروس في كل المواد مقدمه من الاساتذه، وين يفسروا لك الدرس كان ما ضيعت بارتي منه في الليسي ما فهمتيش بالكدا والا كنت تحب تعاود تتاكد من قاعده من القواعد نتاع الدرس هذا قبل ما تخدم سيري. دونك باش تلقى لي فيديو الكل مبسطين وبجوده عاليه اكيد معاهم لي بي دي اف نتاعهم. وغير هذايا باش تلقى التمارين مدرجه من السهل للصعيب معها الاصلاح نتاعها اكيد باش تخلط الباك بقدره ربي حاضر، وتعرضت لانواع التمارين اللي ممكن تجيك الكل في عرض باكنا. اكيد نحرصوا انه التلميذ يكون مرتاح نفسيا وجسديا، على هذايا باش تكون فما حصص مرافقه نفسيه وين نعاونوكم فيها باش تكون تحضر في خطه مراجعه صحيحه للباك، وزادة باش تتعلم احسن طرق المراجعه الفعاله اللي ان شاء الله توصلك للنتيجه اللي تحب عليها. كيف تشترك في عرض باكنا؟ ما عادش نحكيو فقط على النجاح ونحكيو على الادمي، لا نحكيو على التميز في الباك، انك توصل للمعدل اللي انت تحب عليه. هذايا مش حاجه اوتوماتيك تشترك في العرض تنجح بتميز، اما على خاطر باش تلقى كل ما تحتاجه، واكيد لازم انت تخدم على روحك وتكون مثابر وتكون تتبع في الدروس الموجوده الكل. وبقدره ربي النجاح هو مسؤوليتنا المشتركه الناس الكل. ننصحكم انه تشتركوا في عرض باكنا بدايه من الان لانه فما تخفيضات هامه لاوائل المشتركين، واتصل بنا باش نقدموا لكل تفاصيل. وفي لسانة اكاديمي احنا معاك الادمي.